ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا النهارده مبسوطه عشان حاجتين. اولا ليا واحده صاحبتي، او هي مش صاحبتي، تعتبر اختي، النهارده رجعت من السفر الحمد لله، فالحمد لله على سلامتها. انا بقول لها طبعا هي ممكن ما تكونش شايفاني او مش هتشوفني، بس ايفن انا مبسوطه جدا انها موجوده او رجعت، دي حاجه. وتاني حاجه ان انتوا عارفين فقرات المشتريات دي من الحاجات اللي بتبهجني، فانا هتكلم النهارده معاكم على حاجات انا كنت جايباها من موقع اسمه اي هيرب. الحاجات ديت بيبقى فيه منها مثلا يعني حتى اكل، مكملات غذائيه، مرطبات، كريمات، حتى بيبيع ميك اب، بيبيع كذا حاجه الموقع ده. وهنشوف سوا، اوريكم ان هو فرق السعر عن هنا من ان انت تجيبيه بره. المنتجات كلها بتيجي لكم، بتتشحن من امريكا، وطريقه الشحن حلوه جدا، وبيحافظوا على الحاجه وبتجي لكم ما فيهاش اي مشكله. وفي شحنه انا كنت طالباها من فتره، بس عشان كانت كورونا وظروف الشحن والمطارات وكده، فهي جايه. بس لما توصل ان شاء الله هعمل لكم ليها انبوكسنج، فخليكم معايا، ما تنسوش تدوس سبسكرايب ولايك، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه انا كنت جايبه الكريم ده من يوسورين، اهو لو شايفين ده كريم، وهنا طبعا سعره غالي جدا، فلما جبته من هناك فرق معايا في السعر. حلو جدا جدا الكريم دوت، ومن احدث او يعني اكتر حاجات اكتشفتها مؤخرا زي ما بيقولوا، وقد ايه بيدي نتائج فعلا. تاني حاجة جبتها، كنت جايبة الكولاجين ده، كولاجين مع فيتامين سي. ليه انا جايبه كولاجين مع فيتامين سي؟ بعد ال30 يا بنات لازم نستخدم كولاجين، لان ده اللي بيخلي بشرتنا مشدوده وبيخلي عندنا نضاره، لان بعد ال30 بيبتدي بشرتنا يقل فيها الكولاجين او جسمنا عامه. طيب ليه مع فيتامين سي بالذات؟ لان الكولاجين امتصاصه في الجسم بيكون احسن في وجود فيتامين سي. فلو انت ما عندكيش فيتامين سي، يعني مثلا بدل ما يمتص مثلا بنسبة 50 أو 70%، هيمتص بنسبة 40%، فده علشان يحسن امتصاص الكولاجين. ده كان فيه ده دي كان فيها 180 حباية، والوحدة الواحدة فيها 6000 ميلي جرام. انتوا شايفين يعني دايما تركزوا لما حتى تيجوا تشتروا على الوحدة، مش عشان نشتريوا ارخص وخلاص. تمام، اي هوب ان هي تكون باينه لكم علشان تشوفوها. ده الكولاجين. تاني حاجة كنت شاريها، كنت شارية ده فيتامين اهو، ده مالتي فيتامين. طبعا احنا بنحتاج مالتي فيتامين، لان طبعا رتم حياتنا السريع وظروف اكلنا اللي مش واو وكده، فانا دايما بحب اخلي معايا اخد منهم يوميا، وهوريكم ازاي انا جايبه بوكس وعامله فيه الترتيبه بتاعتي علشان نعوض او نكمل الحاجات اللي احنا مش بناكلها او بننسى ناكلها في خلال اليوم. دوت كنت جايباه وومن فيتامين اهو، وومن مالتي فيتامين. تمام، ده عامل زي شوينج جام كده بيتندغ، ده حلو قوي قوي، لان برضو فيه كولاجين من ضمن الحاجات وبيزود المناعه، ودوت للبون هيلث، يعني ده مهم قوي قوي، بيدينا انرجي وبون هيلث. صراحه دي العلبه الثانيه، انا العلبه الاولانيه وصلت لنصها. طبعا انا كالعاده بوقع، فما تاخدوش في بالكم، هنجيب اللي وقع بس ايه اخلص ده. مالتي فيتامين كنت جايباه لولادي علشان الكورونا وكده، فيزود المناعه. ليه بجيبه من بره؟ لان هو بره ارخص سعره، فده حوالي كان ب2.5 دينار، هنا عمري ما هلاقيه اقل من 6 دينار، فعشان كده صراحه جبت منه. دي العبوه الثانيه، وما بيستعملوا العبوه الاولانيه اوريدي، وكان في قبلها عبوات كتير فهم خلصوهم الحمد لله. هو طبعا عشان طعمه عامل زي الحلاوه كده او السويت، فهم بياخدوا من غير ما طبعا اتابعهم، اذروايز لو هو بيتباع عمره ما هياخدوه، لكن الحمد لله هم بياخدوه لان هو عامل زي السويت. فانت عارفين طبعا مع انهم كبار مش صغيرين، بس يعني الانسان بيفضل طفل طول عمره. ده كنت جايباه، ده عبارة عن زي تونر كده او حاجة تترش تدي ريفريشنج للبشرة، ده باللافندر. صراحة هو ما كانش يعني مهم قوي ان انا اجيبه، بس انا صراحة لقيت سعره 600 فلس،
يعني ما كملش الدينار، وكان محطوط في الحاجات اللي هي تراي مي، فحبيت ان انا اجيبه وترايت يعني، مش مشكله. انا هفتح معاكم بعد شويه الابلكيشن واوريكم الحاجات وفرق السعر، بس انا بوريكم الاول ايه الحاجات اللي كنت جايباها. ده كنت جايباه اوينتمنت، بصوا ده للي عنده شباب او عنده حب شباب، يعني شباب مش عنده شباب في وشه، وعنده شباب ولاده يعني عندهم حب الشباب، او ان هم هي نفسها عندك شباب. ده جواه بالكبريت، حلو قوي ورخيص، وكان بحاجه 800 فلس او 600 فلس انا فاكره، مش اكتر من كده. فصراحه حلو قوي، جربته لابني كان حلو جدا. ده كان بفيتامين اي، اهو مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، بفيتامين اي حلو، بس انا ما حسيتش ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه، ان هو واو عادي مش وحش، فهو على قد سعره ففاين يعني. دي كانت مربى عشان دي غير سكر، دي جبتها من بره عشان هي هنا اغلى، بره ارخص في اي هيرب، كانت بدنار 600، هنا عمرها ما تبقى اقل من 4. دي بالكرز النو شوجر، وخاصه اللي بيعملوا دايت وخاصه كيتو، دي نو كالوري ما فيهاش اي كالوريز خالص، وفيها ما فيهاش كربوهيدرات وما فيهاش شوجر، فدي طبعا بتناسب اي نوع من انواع الدايت، فدي حلوه قوي قوي. بس مبدئيا اللي هيجيب منها هيأقلم نفسه ان هو يعني يتخيل انها مربى، فما يتوقعش انها هيكون مربى، يعني يتخيل انها مربى. دي اوراق شاي اخضر، مش اوراق، هي سوري هي بيلز يعني حبوب جرين تي، دي جبتها لان هي برضو سبورت للجهاز المناعه، كنت جايباها برضو علشان كنت عندي امل ان ولادي ياخدوا منها، بس هما لما لقوها بتتبلع ما خدوهاش فخليتها لجوزي. اوكي ديت صراحه انا كنت سمعت عنها من واحده يوتيوبر وعندها سناب شات بتشكر فيها، هي ميك اب ارتست، فكانت بتقول ان حبوب العنب دي كأنتي اوكسيدنت مهمة جدا جدا لينا كبنات، وهي ما شاء الله بشرتها حلوة، فأنا صراحة من ساعتها خدت منها الموضوع ده وجبتها. صراحة حلوة، حسيت فرق في وشي، أو على الأقل بحس إن وشي مش تعبان يعني، هي حلوة. بصوا هي فيها 360 كبسولة، وكان سعرها حاجة كده، استنوا هقول لكم دلوقتي الأسعار، بس كان سعرها رخيص جدا، فأنتي بتاخدي حباية في اليوم، ده أضعف الإيمان. أوكي ده كنت جايباه، أنتوا شفتوه قبل كده، كيراسيل اللي كنت جايباه لتنظيف البشرة، حلو قوي. ده كنت جايباه بدنارين، هو هنا ب4.5 في الصيدليات، ده برضو مش عارفة سعره هنا كام، بس ده من الحاجات الغالية اللي بشوفها على الانستجرام بيبيعوها ب5 وب4.5، انا كنت جايباها بدنارين. فدي كانت معظم الحاجات اللي جبتها الفترة اللي فاتت، اللي هي من شهرين كده، واستعملت طبعا منها حاجات من موقع اي هيرب، ودلوقتي هوريكم الموقع. بصوا يا جماعة، ده الكليراسيل ده سعره هنا، هوريكم دلوقتي بس يفتح، خلينا نشيل الشمعة دي. ده سعره هنا لو انتوا شايفين، بصوا سعره كم، 8 دينار. اوكي انا هوريكم هو في الموقع اللي انا جايبة منه بكام، اللي هو اي هيرب ومع خصم كمان، يعني هو كان في اي هيرب ومع خصم، انا كنت جايباه بدينار 600. صراحه دلوقتي الخصم اللي عليه خلص، يعني هو اصلا سعر من غير خصم، بصوا دينارين ومع الخصم كان دينار 600. ده مثال للحاجه، اوريكم الحاجات اللي هي بتاعت الجريب، اللي هي الكبسوله بتاعت الجريب دي ان شاء الله الاقيها لكم. مثلا الكريم ده، بصوا ده هنا بيتباع ب4 بتاع يوسرين، شايفين هو سعره في الموقع بكام، مش انتوا طبعا مش شايفين، سوري، بدنار ونص مش حاجة. اوريكو تاني، بالنسبة للي هو الحاجات بتاعت الجريب دي، بصوا يا بنات اهي الفرنش جريب سيدز، بصوا سعرها كام، 5 دينار، وهي فيها اوريدي 460 حباية، فيعني بصراحة حاجة يعني بصراحة سعرها حلو جدا جدا. وده حال معظم المنتجات اللي هتلاقوها في اي هيرب، معظمها بالسعر دوت، هتلاقوا ان سعرها تقريبا نص السعر لو انتي في دول الخليج. انا بالنسبة لمصر صراحة مش عارفة هل اكيد فيه ولا لأ، بس اذا حابين ان انا اشرح لكم عن طريقة الاي هيرب، فهو مفهوش اي مشكلة،
انت زي ما الاول بتدخلي بتنزلي الابليكيشن وبعدين بتخشي على كاتيجوري، هتلاقي فيه كل حاجة. زي ما انا هنا هوم مثلا، هتلاقوا هنا في الكاتيجوري، هتلاقوا هنا اقربها لكم اهي، هتلاقوا فيه عن الباث وبيرسونال كير، هتلاقوا فيه سبلمنت، جروسري، بيتس، بيوتي، هوم، بيبي كيدز، سبورت، نيتريشن. دي الحاجات دي كلها هتخشوا على الموقع او مش الموقع، الايكونز اللي انتم محتاجين تشوفوا فيها ايه. وكمان في حاجة تبصوا عليها اللي هي فيها بتبقى حاجات اسمها منتجات تجريبية. المنتجات التجريبية دي بيسمح لك تاخدي حباية بسعر خرافي عشان تجربيها، يعني مش هو سعرها، بيبقى عاملين لها ديسكاونت جامد عشان تجربيها، بس لو خدتي اكتر من حباية بيحسبها لك بالسعر العادي. فبتاخدي حبة واحدة او منتج واحد بس من المنتجات التجريبية دي وبتحطوها في الكارت، وفي بيبقى كود خصم. عامة اللي هحط لكم الكود الخصم هحطه تحت، مش بتاعي انا، كنت جايباه من اكاونت، فانا دايما بحط كود الخصم ده بيديني خصم بيه برضو. فاحنا اولى يعني صراحة، زي ما بنقول ان اي حد بيعرف معلومة مفيدة للبنات فبنقولها. فهحط لكم كود الخصم تحت في الديسكريبشن، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش تدوس سبسكرايب ولايك، وتقولوا لي في الكومنتس تحت ايه رأيكم، ولو حد عايز يسأل اي حاجة يكتب لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليه. واشوفكم على خير ومع الف سلامة. باي باي.